اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، ازيك حضرتك؟ منور، ان شاء الله تكون بخير. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، مشرف ومنور. اهلا بيك، ربنا يخليك. كابتن عادل، عايز ابدا مع حضراتكم، يعني عايزين نتكلم عن الدوري، لكن خليني ابدا بكره. ثلاث مباريات مهمه جدا، بدايه الدوري وانطلاق الدوري، اسوان والاتحاد السكندري، ونهايه اليوم هيبقى المصري وسيراميكا كليوباترا. هتبقى ثلاث مباريات مهمه جدا بكره. شايف المباريات دي ازاي؟ قولوا لي يا شباب المباراه اللي ناقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كده، البدايه يعني انا مش هنتكلم مفروض. هنتكلم بس خلينا نتكلم فنيا الاول. انا عارفك يا كابتن عادل دايما ايه، تحب تروح للموضوع على طول. ما هو اداريا بينعكس فنيا. طب اتفضل. خلاص يا كابتن اتفضل. الاداري لو انت مظبط اداري، لان انا مدرب طبعا، لما تقول لي الجدول بتاعك هتلعب بكره الاسماعيلي، يوم الاربع بتختلف، هتلاعب اسوان، بعد اربع خمس ايام هتلاعب زمالك، فانا بحط البرنامج بتاعي على هذا الاساس. صح، يعني انا كابتن احط طب هتكلم فني ازاي؟ طب ما ده الفني. معلش يا كابتن، انا انا دلوقتي لما اقول ان من الممكن جدا لاي مدير فني ان هو لازم يبقى عارف الخمس مباريات اللي جايه ايه وفين وازاي، علشان يقدر يحدد عليهم طريقه لعب ويحضر حبات امتى وهعمل امتى وهعمل ايه، ده الكلام ده صحيح ولا انا بقوله من وحي الخيال؟ بجد والله لو هو غلط قول لي يا اسلام. غلط يا كابتن، بيبقى فيه جدول معمول للسنه كامله في اي حته في العالم. بيتحط سنه كامله. والله ماشي، بيتحط السنه كامله بالاسبوع، بالشهر، بالاسبوع، باليوم، لان دي احمال بتتوزع على مدار السنه. طب الحمد لله. فده الكلام ده يعني اي مدرب مبتدئ مفروض بيعمله، لان انا بدي لك احمال كل اسبوع، الاسبوع الاولاني غير الثاني غير الثالث غير الرابع والشهر اللي بعديه وهكذا. فانت لما بتدينيش ده جدول دوري، طب انا لعبت دي همرنها ازاي؟ ايه الاحمال اللي انا هديها؟ هيقول لك ما هتلعب اهلي او زمالك او اتحاد او كذا، كله زي بعضه، ما هو ماتش في الاخر. ما ينفعش يا كابتن. ايوه انا بسال يا كابتن. وده علميا ما ينفعش. اوكي، علميا ما ينفعش تروح للدكتور يديك الـ يديك الـ الاسبرين لكل الادويه. انت تاخدها مره واحده. يعني هتاخدها ازاي؟ ما برضو يعني العلم بيقول ان انا في علم التدريب، الناس اللي هي بتحط جدول الدوري لابد يبقى عندها خلفيه رياضيه، ويبقى عارف يعني ايه احمال، ويعني ايه راجل مدير فني عايز يشتغل. فانا لما بحط الجدول على مدار السنه، ده بيخلينا اولا للنادي، لان النادي ده معمول على ده قرعه اصلا يا كابتن، عشان يمتع الناس كلها. يا فندم، ده قرعه، يعني جدول الدوري ده قرعه. ما القرعه بتتسكن في الايام. اوكي، القرعه بتتحط في الايام، الايام دي انا على اساسها هحط الاحمال بتاعتي. اوكي، فالراجل كولر ده يعني بيدقق قوي في التفاصيل. اوكي، فطبعا هو هيتصدم لما بيجي له ماتش او اتنين وبعد كده ما مش عارف هيلعب امتى. فطبعا الراجل بتاع الاحمال وهو كمان عايز يشتغل، بيجهز لعيبه، عايز يعمل ماتشات وديه. أوكي، علشان الناس اللي مش جاهزه. اوكي، فكل الامور دي امور اداريه وهي في الاساس فنيه. اوكي، فدي بتفرق يا كابتن، دي بتفرق جدا يا كابتن. يعني امال ايه انت لو انت داخل في كاس عالم دلوقتي، لو مصر داخله في كاس العالم، الماتشات دي كانت هتبقى اعداد لكاس العالم. مزبوط. قبل ما يخشوا في المعسكر. طب الاحمال كنت هتديها ازاي؟ فانت لازم تسكن الكلام ده. عمره ما هيحصل طول ما في ناس ما هياش محترفه. أوكي، بتدير الكره المصريه. الكره المصريه لابد يبقى فيه لجنه محترفه بتدير العمل، مش واحد من الاهلي، واحد من الزمالك، واحد من المصري. لازم يبقى هناك لجنه فنيه تعرف يعني ايه انا بخطط للكره المصريه. اوكي، مش هينفع ابدا ان انا نشتغل في العشوائيه اللي احنا فيها دي. أوكي، دي اسمها عشوائيه. ولو اي حد، انا مش هقارن باوروبا، اي حد في اي بلد عربي يقول لنا النظام اللي احنا ماشيين عليه ده صح ولا غلط. هنا لو جينا نتكلم عن مثلا رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين، ده واحد يعني راجل بقاله فتره طويله جدا بيشتغل في هذا الامر، وعنده احترافيه شديده جدا، وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه. واعتقد ان في امور اخرى يا كابتن، انا مش فاهم قوي في موضوع لجنه المسابقات، ممكن حضرتك او الكابتن عادل برضو تقولوا لي هذا الامر. اعتقد يبقى مستني موافقات معينه لملاعب معينه في توقيتات معينه، معرفش يعني. المفروض كل نادي، بس كان ده طبعا المفروض كان من بدري يعني، وجهه نظري مش كده يا كابتن. احنا يعني مخلصين، ومفروض الرابطه بتتفق مع الانديه، كل نادي بيحدد الملعبين اللي هو هيلعب عليهم، وبالتالي انا بحط الجدول بتاعي. انا مخلص في اغسطس، احنا النهارده داخلين في اخر تقريبا على اخر اكتوبر. صحيح، فلابد يا كابتن يبقى في جدول ده محطوط من بدري،
وبعدين الموافقات الامنيه هتبقى موجوده من بدري. اوكي. عايزين مره نبدا الموسم بتاعنا واحنا زينا زي السعوديه، زي الامارات، زي قطر، زي الجزائر. يعني ما هو الجزائر برضو زينا، مش رايحين كاس عالم والجداول بتاعتهم شغاله. الحاج عامر حسين انا اعرفه من 30 سنه ويمكن اكتر. بالظبط بالظبط. احنا ما اتكلمش على الحاج عامر تحديدا. لا انا اقصد انا اقصد ان هو بيحط الجدول بتاع الدوري. اوكي. فهو اكيد عنده الخلفيه اللي انا بتكلم عليها دي. طبعا. ان انا وانا بحط الجداول عارف ان انا بحط احمال، والاحمال دي لابد يبقى فيها نوع من الجانب الفني علشان منتخب مصر، عشان الانديه، عشان اللعيبه لا تصاب، علشان التسويق. يا كابتن التسويق. انا لما بعرف الجدول بتاعي هلعب كل 4 ايام ماتش، الجمهور بيبقى عارف هروح احضر المباراه، الناس اللي بتتفرج، عمليه التسويق بتعلي من اسهم العائد المادي على الانديه، لانك انت الجدول بتاعك معلن من بدري ومنتظم. طيب هو حد بعت لي يعني خالد، واحد احد الاصدقاء يعني بيقول لي هو فين الصعوبه ان اطلع جدول الموسم كامل بما ان معروف مسبقا باقي البطولات القاريه للانديه والمنتخبات؟ يعني هو باقي العالم بيفهم واحنا لا مثلا؟ هو ده السؤال الحقيقي يعني. طيب انا هاخد من كلام الكابتن عادل حاجه مهمه قوي. وهو الشق الفني. الشق الفني. اوكي. طب خلينا نقول ليه في مصر ما فيش مخطط احمال في الانديه؟ لا في. لا ما فيش. عندنا مدرب احمال. وليس مخطط احمال. اي فرقه في العالم او اي منتخب في العالم لازم بيبقى فيه مخطط احمال ومدرب احمال. مخطط احمال ده اللي بيعمل البلان السنوي. اوكي. يطلع منه شهري، يطلع منه اسبوعي، يطلع منه يومي. بس كل ده مش هيتعمل الا لما تعمل الجدول من اول ماتش لاخر ماتش. مظبوط. طيب نقول كلمه تانية مهمه. ليه المنتخب القومي المصري على مدار السنين اللي فاتت دي كلها ما بيجيتش في المباريات البعيده المدى؟ انت تجيد في حاجه واحده بس، في البطولات المجمعه كمنتخب قومي. اوكي. بدليل ان انت اكتر عشان ما عندكش مخطط احمال. لا، علشان ما فيش العشوائيه في الاحمال. أوكي. بمعنى المدرب ممكن يعمل 3 فترات اعداد في السنه او 4 فترات اعداد. دي حقيقه. بيقعد ممكن يبقى في فاصل ما بين مباراه ومباراه 20 30 يوم، لكن انا ممكن اعملها واعمل حسابي فيها من اول السنه. فاحنا نتكلم على ايه الصعوبه برضو يا كابتن؟ طالما كل حاجه موجوده الصعوبة السنه دي، كل حاجه موجوده وباينه. هقول لك يا كابتن اسلام. لا ممكن على فكره يكون بيواجه الناس صعوبه يقولوا لنا عليه. لا عنده صعوبه. ايوه. بس الصعوبه انا من وجهه نظري ممكن يتغلب عليها بسهوله. اولا النواحي الامنيه احنا بنتكلم فيها، ان في احيانا ما بياخدش موافقات امنيه. تمام. أوكي. بس ممكن ياخدها في البدايه. ولكن خلينا نتكلم على الاهم. انت بتتصادم مع انديه. نعم. الاتحاد المصري ممكن يبعد عن موضوع يتصدم بالانديه يعني بحل واحد بسيط قوي. اتفضل. اول الموسم وانا بعد للدوري بشتغل وبعمل الورشه بتاعه العمل عشان. أوكي. اعمل دوري عام. ادعي كل انديه كمندوبين عن الانديه واقعد معاهم واديهم اول بلان للسنه، لان انا عندي كل حاجه موجوده. هم يروحوا انديتهم ويتناقشوا ويرجعوا لي تاني. اوكي. اسبوع تاني اعدل لهم الحاجات اللي هم اتكلموا عليها، واديهم اسبوع تالت. اوكي. يعملوا نفس الكلام، وبعدين لما يرجعوا لي امضيهم على لائحه العقوبات. بمعنى انا هلعب الاسبوع الاولاني يوم كذا والاسبوع الاخير يوم كذا. اي فرقه فيكو هتنسحب هتنزل درجه تانيه. لما كله يمضي، اهلي قبل اي الناس والزمالك، اهلي والزمالك لازم يمضوا عشان اللي ما يروحش مباراه ولا اللي يقول لي اجل لي مباراه ينزل درجه تانية. نعم. لو وصلت للمعادله اللي انا بقول لك عليها دي هتعمل دوري منتظم. هقول لك كان في دوري منتظم الوحيد اللي كان في مصر وافكرك بيه. اتفضل. كابتن عصام. عصام منعم؟ عبد المنعم. 2004 2005. 2004 2005. اوكي. صمم، وده حقه لازم ياخده. صمم وده ممكن تكون ساعده الموقف ان ما كانش فيه مشاكل في زي الوقت الحالي، لكن صمم واشتغل.
لما تعمل الجدول ده وتعمله كده يا كابتن اسلام هتكسب كتير قوي. طيب ممكن بقى اسيب حضرتك عشان نتكلم كمان برضو فنيا، نروح للنجم الكبير كابتن شريف الخشاب المدير الفني السابق لانديه كبيره وعديده. كابتن شريف ازاي حضرتك، وتحيات الكابتن عادل طعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام، تحياتي ليك، تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبير الكابتن عادل طعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن ولكل الساده المشاهدين. اهلا بك يا كابتن شريف، يعني خليني ابدا مع حضرتك، غدا بكره ان شاء الله بدايه موسم جديد، شايف الدوري السنه دي هيبقى عامل ازاي يا كابتن شريف؟ والله الدوري السنه دي واضح كده ان الانديه كلها بدات تستعد، وان كان يعني الدوري هيبقى مضغوط شويه، كل ثلاث ايام ماتش دي هتبقى صعبه شويه، ولكن اعتقد ان الانديه كلها عندها طموح، الانديه كلها عندها فرصه ان هي تخش الدوري بقوه، وخصوصا ان انا لو بصينا للسكواد بتاع كل الانديه هتلاقي في انديه دعمت نفسها بشكل كويس جدا زي المصري زي الاتحاد الاسكندري وطبعا موجود بيراميدز والاهلي والزمالك داخل معاهم في فيوتشر، داخل في سيراميكا برضه بسكواد كويس، فيعني شايف البنك الاهلي برضه وفاركو، فاعتقد ان الماتشات كلها هتكون صعبه. الفرقه اللي هيبقى عندها نفس طويل او بديل كف، وبالتالي هيبقى عندهم قدره للمواصله بشكل كويس جدا، لان زي ما انت عارف مش المشكله انك تكسب ماتش او اثنين في الاول، المشكله هو النفس الطويل والاستمرار في المنافسه. مظبوط، اعتقد المنافسه تبقى شرسه جدا ما بين الاهلي والزمالك، وهيخش معاهم بيراميدز، وبالتالي ممكن حد رابع يا كابتن شريف؟ طبعا في موجود فيوتشر هيخش بقوه كمان، اتحاد اسكندري عامل فرقه كويسه جدا، تعرف ده بس موتهم المصري وعنده مبلول وهداف الدوري السنه اللي فاتت، هداف فرقته السنه اللي فاتت، خد محمود علاء من الزمالك وشفتهم واتفرجت عليهم، فرقه كويسه جدا كمان المصري عامل فرقه كويسه وعنده قدره ومقومات سواء الامكانيات الماديه والفنيه من الدخول في المنافسه. البنك الاهلي برضه فرقه كويسه، انما انا بتكلم على مش المهم انك تكون فرقه كويسه بس، المهم انك يكون عندك النفس، هتتعرض لايقافات لاصابات، فالمهم يكون عندك الصف الثاني بنفس قوه الصف الاولاني. كابتن شريف المحله ومدير فني اجنبي من زمان، يعني ما شفناش هذه التجربه في المحله، وجهه نظرك ايه؟ والله بابا فاسيليو يعني طبعا اليوناني يعني. انا عندي قناعه شخصيه، انت عارف اسلام ان انت عشان تجيب مدير فني زي ما الاهلي مالك الفرقه الكبيره دي بتعمل كده، لازم يكون عندك قدره انك تجيب مدير فني يعمل اضافه للكره المصريه، بالظبط زي ما بنيجي نقول عايزين نجيب لعيب محترف، فلازم يكون اضافه للعيبه المصريين مش اي لعيب محترف وخلاص، وبالتالي لازم عشان نجيب مدرب، تعرفين اللي بفصله على دماغ المدرب كويس جدا مع احترامي له يعني، انما له تجربه سابقه مع وادي دجله ما كانتش بشكل كويس. نعم. وبالتالي مش العمليه ان احنا نجيب مدرب اجنبي وخلاص، المفروض ان انا عشان اجيب مدرب اجنبي زي ما شفنا كده في النادي الاهلي مدرب له قيمه، نادي الزمالك مدرب له قيمه بيضيف للكره المصريه، ومفروض ان كمدربين نستفيد من المدربين اللي يجي يعملوا اضافه، انما لما اجيب مدرب في مدربين موجودين في مصر اكثر منه يبقى مش عمله صعبه بتخرج وخلاص، لازم اعمل اضافه كمان سواء في لعيب او مدرب. اتمنى له التوفيق طبعا كنادي غزل المحله، واتمنى انه يعمل نتائج كويسه، ولكن برضه مع احترامي الشخصي مش شايف ان هو الاكفأ لنادي غزل المحله. حتى السكواد بتاع المحله شايفه ازاي برضو يا كابتن من وجهه نظرك؟ ضعيف جدا طبعا، لان سكواد المحله تاخر جدا، وزي ما انت عارف طبعا تم تغيير مجلس اداره كره القدم الموجوده، مش المهندس علي العباسي ومش خالد كرم، وبالتالي في مجلس اداره جديد اعتقد جابوا لحد دلوقتي هو تم خليل فقط لا غير، ولسه في جابوا وليد خليل عضو مجلس اداره اعتذر رفض انه يكون متواجد، وبالتالي اللخبطه في المنظومه الاداريه خارت انك تجيب لعيبه، ولما جيت تجيب لعيبه جبت يعني اللعيبه اللي هي فاضله من الانديه مش اللعيبه اللي هي تعمل اضافه لنادي المحله، وخصوصا ان مش منا عندك يعني لعيبه اعتقد ان هم عمود فقري للفرقه، انا مش محمد فتح الله راح طلع الجيش ومعاه يحيى حامد دول خط الظهر، مشى هشام بلحه ده مفتاح لاعب مهم جدا في الفرقه من قدام في الناحيه الشمال،
مشى في نص الملعب احمد، يعني في لعيبه مؤثرين مش المحله. الاستقدامات اللي جت أيوة. مش الاضافه القويه زي ما انا بقول كده، المصري جاب اصول الامور. صحيح، احنا كلنا عارفين ان المحله السنه اللي فاتت بتعاني، ما عندهاش الا عبده يحيى فقط لا غيره، وما هواش اصلا بس مهاجم حرب. صحيح صحيح، وبالتالي كلنا عارفين ان نادي المحله كان من السنه اللي قبل اللي فاتت بقالنا سنتين بنقول في احتياج لمهاجم قوي وصريح افريقي او على الاقل مصري مؤثر يعرف طريق المرمى. للاسف سنه بتمر ولا سنه وبرده نفس الخطا ونفس العيب اللي بنقع فيه، ناقص عندنا المهاجم القوي اللي نقدر نقول عليه مهاجم صندوق يقدر يخلص الماتش زي ما شايفين كلها في الانديه كلها. يعني كل نادي المفروض عنده، لو جبنا اي نادي هتلاقي زي ما قلت لك الاتحاد عنده السلموت وعنده موبلولو، لو قلنا النادي الاهلي عنده ثلاثه اربعه، الزمالك عنده لما تيجي تقول المحله ما فيش الا عبده يحيى بس، يعني الامور هتبقى صعبه يعني. اي حاجه ما فيش اي بديل كفء يلعب في نفس المركز، وبالتالي تمام العمليه هتبقى صعبه جدا على غزل البحر. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف الخشاب، بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الفنيه. كابتن عادل برضو اخد وجهه نظرك في موضوع المدير الفني، يعني انا بناء على كلام الكابتن شريف ان سكواد المحله سكواد، وجهه نظر ان هو يحتاج الى مدرب محلي اكتر من مدير فني ما اعرفش، دي انا على اساس كلام الكابتن شريف يعني. هو طبيعه غزل المحله منطقه ريفيه، وطبعا طلعت بيه باشا حرب يعني كان عامل شغل جامد جدا، يعني عامل المعسكر داخل النادي، الدخل المطعم، السكن، كل حاجه كان عاملها داخل الاستاد. فالمنطقه ديت محتاجه مدرب مصري، لان حوالين المحله هتلاقي من شبين، المنصوره، الشرقيه، هتلاقي لعيبه على اعلى مستوى محتاجه كشافين ومحتاجه مدير فني مصحصح يقدر ان هو يجيب. لان انا غزل المحله اشتغلت فيها 3 سنين، وكان الاخ شريف ماسك 19 سنه معانا يعني. ف فعلا غزل المحله يعني تستاهل اكتر من كده، محتاج انك تجيب لعيبه. يعني حضرتك مع الكابتن شريف اللي بيقوله برضو ده؟ طبعا، خاصه بقول لك دي منطقه محتاجه، عندك لعيبه كويسه جدا وهتجيبهم بارقام قليله جدا. قليله جدا، بس العين اللي تشوف. العين اللي تشوف وتجيب، لان المنطقه مليانه غنيه جدا. اوكي. هتلاقي كل لعيبه مصر من المنطقه دي، من المناطق دي، شبين، الشرقيه، المنصوره، الحتت دي. هتلاقي معظم نجوم مصر من المنطقه دي، الى جانب طبعا الصعيد. فمحتاجه مدرب على كفاءه عاليه، ومحتاجه جهاز كويس مصري مصحصح عارف قيمه غزل المحله كجماهيريه. طبعا انت لو في جمهور بتلاقي المدرج مقفول، مقفول كله. صحيح، وبعدين مقفول جمهور يعني. وبعدين طبعا انت المعسكر بتاعك موجود، المطعم موجود، كله في دايره حوالين الاستاد. اوكي. حتى كل حاجه موجوده عندك متوفره، الاتوبيسات، كل حاجه متوفره عندك. فمحتاجه بس قرار اداري. أوكي. برضو لان اداري هينعكس على الجانب الفني، فدي طبعا مهمه. نتمنى لهم يا رب التوفيق، المحله فريق كبير جدا جدا، نتمنى له يا رب كل التوفيق سواء مع مدير فني اجنبي، دي وجهات نظر في الاخر، وكل مجلس اداره له وجهه نظره في اختياراته طبعا. كابتن عادل، اولى المباريات، كابتن عادل عبد الرحمن، اولى المباريات مباراه اسوان والاتحاد. اسوان عامل موسم انتقالات قوي جدا، الاتحاد عامل موسم انتقالات قوي جدا، وبالتالي فرقتين انا شايف انها هتبقى مباراه افتتاحيه قويه جدا. اكيد، والاثنين مستعدين كويس قوي. يمكن انا مستني اسوان يعني اتفرج عليها كويس قوي. هيثم عرابي عامل حاجات كويسه في الانتقالات، الكابتن ربيع ياسين من المدربين الكبار اللي ما خدوش حقهم، وانا عايز اشوفه بقى السنه دي ان شاء الله يعمل حاجه كويسه ان شاء الله لفرقه اسوان وطموح اسوان. وبعدين انت عارف اسوان برضو لما يكون انت عندك فرقه اسوان في الدوري بتدي للدوري رونق كويس، وبتدي الدوري مش كفرقه وبس، كمدينه. المفترض ان احنا الدوريات في العالم التسويق بتاعها بتسوق للبلد نفسه، يعني هدف من اهداف الدوري انك انت تنشر المحافظات بتاعتك اللي هي الاثريه، المحافظات بتاعتك بتاعت السياحه والحاجات دي، لما اسوان تبقى موجوده بتدي. ولكن كمان يعني هيلعبوا خصم قوي، فرقه قويه عامله برضو انتدابات كويسه، عندها طموح،
وبس اتمنى يعني اتمنى ان 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 يكون مباراه جيده، واتمنى ان يكون زي ما الكباتن اتكلموا ان الدوري ده يبقى مختلف تماما، ولكن عندي حته بس في المدرب الاجنبي. طيب قبل بس ما نكمل برضو كلامنا، خلينا نروح للمستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان. ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء بوجودك معانا، وتحيات الكابتن عادل الطعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن. تحياتي لحضرتك ولضيوفك وكل برنامجك المميز يعني. ربنا يخليك يا فندم. سياده المستشار، يعني اولا طمنا على اسوان. اسوان حته مننا كلنا، لما بنيجي نتكلم على اسوان بنبقى سعداء ظهرت الجنوب، بنبقى سعداء طبعا بوجودكم في الدوري الممتاز. بكره ماتش صعب، الدنيا عامله ايه؟ الحمد لله، انا بشكر حضرتك وبرنامجك المميز على اهتمامك باسوان، وان اسوان في خريطه اهتماماتك، واحنا عايزين نكون عند حسن ظن جمهوريه مصر العربيه كلها اللي هي بتحب اسوان وبتشجع اسوان. ايوه احنا الحمد لله يمكن عملنا اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا. بالنسبه للفرقه زي ما كان طلبات الكابتن ربيع ياسين احنا عملنا، وساعدنا كان الكابتن هيثم عرابي معانا، وعلى حسب امكانياتنا الماديه عملنا فرقه كويسه، ولا يتبقى الا توفيق في ماتش بكره. احنا بنحترم كل الفرق اللي في مصر، وكل عندنا يقين ان كل الفرق اللي في مصر بما فيها فريق اسوان بتخدم المنتخب الايه المصري طبعا. فاحنا كل بندعوه من خلال برنامج حضرتك ان هو يكون يعني الناس كلها في موده ومحبه بينها، والماتش بينتهي كاسب مغلوب ولا غالب، لكن في النهايه يتبقى الود بين الناس والعلاقه الطيبه بين الفرق كلها يعني. يا فندم برضو عايزين نطمن على الملعب بكره، طبعا استاد اسوان من الملاعب الجميله جدا، الجو عامل ازاي؟ الامور عامله ازاي؟ طمنا برضو على بدايه الدوري. كان في اجتماع امني ضم كل المنظومه، سواء كانت الرابطه ولا تذكرتي ولا نادي اسوان ولا الامن، ويمكن احنا بنشكر كل جهاز الامن وكل المنظومه لان هي متعاونه في اننا تخرج المباريات يمكن اللي مش بس في اسوان، اللي في مصر كلها بالشكل اللائق واللي يحب يشوف الجمهور يعني. فانا شايف الاستعدادات يعني على اتم استعداد من جميع الجهات، وان شاء الله نتمنى ان بكره الناس كلها تشوف ماتش كويس ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. هدف اسوان الرئيسي يا فندم صفقات قويه، مدير فني هدف كبير. هدف اسوان الرئيسي البقاء في الدوري الممتاز واحتلال مركز يليق باسم اسوان ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم يا فندم كل التوفيق، ويعني كلنا محبه، وكلنا كمصريين بنحب اسوان، ونتمنى كل الخير لاسوان الحقيقه. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا 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 جزيلا مستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان. يعني برضو مهم جدا، تاني مباراه بالنسبه لنا كمان هتبقى كنادي اهلي هتبقى في اسوان. اتفضل. ارجع بس للحته اللي كنت عايزها قبل ما نروح اللي هي المدرب الاجنبي. اوكي. المدرب الاجنبي المدرب الاجنبي في المحله ولا عموما؟ لا عموما. أوكي. انا مش دعوه بالنادي المحله او اي نادي. اوكي. لازم تعرف ان الانديه اللي بتجيب مدربين اجانب بيجيبوا مدربين اجانب من اخر ليفل في الليفل الثالث، لان هي الموضوع فلوس. أوكي. ما انت المدرب مش هيجي لك كده عش العصفوره يقضينا وتقول له انا بحبك ومش بحبك، لا بياخد دولارات يعني وبياخد رقم كويس. طبعا انت عاوز تجيب مدرب مؤثر ياثر على الكره المصريه مش تقدر، لانه ده بمليون ونص. جارديولا وانشيلوتي والناس دي هتجيب الليفل الثاني، هتجيب واحد إيه؟ بمليون ونص دولار في الشهر. لما انت تروح تجيب لي بقى مدرب ثاني ابو مليون، ده الليفل الثاني، ابو 750 الليفل الثالث، خش على الليفل بقى الثالث. انت بتروح تجيب مدرب من المدربين، انا ما عدا الاهلي والزمالك. مظبوط. الاهلي والزمالك عندهم ارقام ممكن تدفع، لكن هم بيجيبوا المدرب الثالث من الليفل الثالث الاولاني. لكن الانديه الاخرى اللي بتروح تجيب مدرب ب 10 و 15 لمجرد انه يهرب من المسؤوليه كمسؤول كرئيس مثلا او كمجلس اداره، يهرب من المسؤوليه انه يجيب مدرب، المدرب المصري احسن منه، لان هو ليفل وفلوس. انت بتجيب واحد اصلا بيبقى اقل المدربين عنده في بلده. أوكي. وما بيبقاش من المدربين المؤهلين اللي انت تقدر تجيبه يمسك نادي في الدوري المصري، ولكن انت بتهرب من المسؤوليه فقط لا غير.
حبيت اوضح دي بس. كابتن برضو مباراه البنك الاهلي وفاركو هي تاني المباريات هتبقى الساعه 5. البنك الاهلي عامل صفقات قويه جدا وفاركو ما عملش صفقات، ولكن فاركو بيتميز بالناحيه الدفاعيه اللي شفناها فيه السنه اللي فاتت. شايف الماتش ده ازاي برضو من بره؟ احنا لسه ما شفناش حاجه، ولكن بنتكلم بشكل عام على حسب السيفيهات اللي قدامنا. يعني هو بدايه طبعا الادارتين ثابتين، ما فيش تغيير، الاجهزه الفنيه ثابته ما اتغيرتش. مظبوط. اذا كان خالد او الراجل بتاع فاركو غالي كله عمل تدعيمات باستثناء فاركو، لان فاركو عندهم ايقاف ايقاف قيد. فرصه البنك الاهلي انه دعم بصفقات قويه جدا، وطبعا مهم في الدوري جدا ان الجهاز الفني يبقى عنده الثقه اللي بياخدها من اداره النادي. اوكي. انها بتدعمه، الصفقات اللي هو بيطلبها بيجيبها له. اوكي. فطبعا دي بتبقى مهمه جدا. الصفقات بتبقى واقفه على عين المدير الفني، الاماكن اللي فيها عنده ثغرات واللي عايز يبقى فيها بديل كفء. وبالتالي لما بيجيب الصفقات ديت بيبقى عارف انه الدكه بتاعته لازم يبقى هيلعب باسلوب معين، الاسلوب المعين ده ممكن يتغير. اذا ما كانتش الدكه بتاعته كويسة تنفذ التعليمات اللي هو عايزها، يعني عايز واحد اعمل مرتده، لازم اللي عندي في على الدكه يبقى سريع. أوكي. طب انا بلعب اهلي وزمالك ومحتاج ان انا اعمل جانب دفاعي، فيبقى عندي اثنين ديفندر قويه جدا والبديل قاعد نفس الكلام نفس الكلام وهكذا. فرصه البنك الاهلي افضل، لانه فاركو الحقيقه ما دعمش، على الرغم ان هو طبعا عنده فرقه كويسه طبعا، وزي ما حضرتك تفضلت هما بيلعبوا يعني بيتقنوا جدا الجانب الدفاعي الدفاعي، لكن عندهم مشكله كبيره وهو حارس المرمى اللي كان كفء جدا محمد صبحي طبعا مشي. انما الجول الاحتياطي اعتقد لعب اخر 3-4 ماتشات برضه جول كويس، لكن ما عندوش حساسيه المباريات. بشوف ان البنك الاهلي هيبقى يعني قريب من الفوز او التعادل في المباراه ديت. بنك الاهلي. اه. طيب المصري وسيراميكا كليوباترا يا كابتن عادل. يمكن سيراميكا يعني نفس الشكل تقريبا، يعني هنا عامل صفقات كثيره وهنا عامل صفقات كثيره، هنا جايب مدير فني كبير، هنا كابتن احمد سامي مسك من اخر الموسم او من النص الثاني يعني في الدور الثاني فمكمل معاهم. بس انت عارف يا كابتن اسلام حته الصفقات دي انا ما يعني ما بقتنعش بيها كتير قوي. اوكي. بالذات في مصر يعني. لان ما فيش فرقه بتجيب احتياجاتها. انت الفرق بتجيب لمجرد ان هي بتجيب، خلينا نتكلم بمصداقيه في الموضوع ده. الصفقه لما بتيجي انت احتياجاتك ايه؟ انت بتلاقي فرقه بتجيب حوالي 28 صفقه. ما معنى 28 صفقه؟ هل ال 28 هيلعبوا؟ فرقه الكوره بتلعب 28؟ مش عارف والله. انت بتجيب 28 ليه انت؟ وبعدين خلي بالك انا مش مع انك انت توفر فلوس، لا هات بثمن ال 28 هات 14 مؤثرين. لكن وحاجه ثانيه انت بتبص تلاقي الفرق، في فرقه عندها باك رايت واحد وعندها مثلا ثلاثه باك ليفت، ثلاثه باك ليفت، وفي فرقه بيبقى عندها سرد باكين بس وعندها 15 راس حربه او العكس صحيح. فانت بتتكلم على الانتدابات اللي عشان تجيبها، انت بتجيب احتياجاتك فقط لا غير. وبعدين فين استراتيجيه الفرقه لما تيجي انت كل سنه بتغير؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اعد لاعب لسنتين ثلاثه. اوكي. طيب انت بتغير بعد اول سنه، فعلشان كده انا بكلمك على الانتدابات ما بقتناش بيها. ولكن حتى كمان في نقطه مهمه قوي وكلنا نتفق عليها، انت ما فيش حد بيقول مثلا سيراميكا بكره يلعب المصري. اوكي. مظبوط. مين اللي يكسب؟ لا احنا مش هتقدر تقول، انت ما شفتش حاجه، لكن انت بتتكلم عشان ولا في وسط الدوري بتقول ماشي ما بنقولش، لان هي بختك يا ابو بخيت النهارده. لا انا بتكلم على وجهه نظر فنيه. لا انا ممكن اقول والله، يعني انا ممكن اقول لك مين الاقرب فنيا. لا فنيه كابتن. لا في نص الدوري ممكن اقول لك، لكن دلوقتي هقول ازاي؟ ولا في وسط الدوري بتقول في الدوري المصري. ماشي. انت احيانا يبقى بختك يا ابو بخيت النهارده عندك اربع خمس لعيبه في يومها او ست لعيبه في يومها، بدليل اديك دليل يعني. الفرق بتدعم تدعيم كانها تاخد بطوله. يعني انت بتدعم ب 17 18 لعيب غير اللي عندك، فيعتبر انك انت بتعمل قوام فرقه قوي قوي عشان تلعب على البطوله. ايه اللي بيحصل في الاخر؟ الدوري المصري طول عمره ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي في البدايه في الفرق بتبقى قريبه من بعض، وبعدين بتوصل لنص الجدول بيبقى فيه فرق كبير ما بين اللي بيصارعوا على المقدمه اللي هم الاثنين اهلي والزمالك، ودخل
سيراميكا شويه وفيوتشر هيدخل، بس فيوتشر ممكن بحته الروح اللي عندهم اللي اكتر من بيراميدز مثلا، اقدر اقول لك ان هي ممكن تشتغل السنه دي بشغل جيد. ولكن في الاخر في اخر الامر اللي بيحصل بتلاقي في جاب كبير، ناس بتصارع على الهبوط وناس بتصارع على الهبوط. ليه بيحصل كده؟ علشان عدم الالتزام، او عدم، عاوز اقول لك ايه، عدم انه يكون عنده لعيبه توافق خطه المدرب. وبعدين أوكي. بتبص تلاقي المدرب بيتغير، وبتبص تلاقي المدربين، ودي يعني احنا انا بدعوكم ان انتوا تشوفوا الظاهره دي. في اول الشتويه لازم هيتغير 6-7 مدربين في الدوري. الشتويه ده اللي هو امتى يعني؟ كمان شهر يعني؟ لا، اللي هي القيد الشتوي اللي هو القيد الثاني اللي هو شهر واحد. هتبص بقدرة قادر في الدوري المصري بيتغير 5-6 لعيبه، ده اوكي في انديه. تلاقيهم في نادي بيمشي مدرب وبيجي مدرب اخر عشان يبقى فكر جديد، عشان يجيب لعيبه جديده. خلي بالك النقطه دي مهمه، هي دي اللي بتعمل الفجوه. انت قصدك ايه؟ معلش، انت دي قصدك حاجه طبعا. انا قصدي يعني انا دي معروفه في الدوري، يعني انا عامل احصائيه بس انا مش قادر اطلعها دلوقتي. يعني ابقى انا اجيبها لك حالا. ممكن اجيبها لك. الاحصائيه بتقول ان في اخر 15 سنه نادي جاب حوالي 406 لاعب. في اخر 15 سنه؟ في اخر 15 سنه 406 لاعب بالورقه والقلم. في امتى؟ في شهر واحد؟ في لا في في صيف وشتاء. صيف وشتاء اوكي. جاب 406 لاعب، اشترى بمليار و600 مليون مثلا. اوكي. ايه اللي حصل؟ لو شفت دلوقتي كام لاعب من ال 402 لاعب في ال 15 سنه، المفترض انك انت يبقى قوامك لو انت جبت ال 400 دي يبقى انت بتمشي على طول. بتمشي على طول. انت بتمشي ليه؟ وبتجيب ليه؟ ده الهدف الغايب من كل الانديه. لكن انا لما بقول لك على معلومه شهر الانتقالات الشتويه، لما تحصل هقول لك كام مدرب السنه اتغير، والسنه اللي فاتت انا هجيبها لك. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، يعني وجهة نظرك ايه اهم الامور السلبيه اللي كنا بنقابلها السنه اللي فاتت ونتمنى انها ما تبقاش موجوده السنه دي؟ غير التحكيم طبعا. السنه اللي فاتت طبعا المباريات وتاجيل المباريات، وبعدين بعمل حساب كل الانديه بتهدد. اوكي. حاجه غريبه جدا، يقول لك اذا ما لعبتش انا هنسحب. ايه ده؟ بتحصل فين؟ في اي حته في العالم. اوكي. رئيس نادي يطلع يقول لك انا اذا ما لعبتش. طب كاس مصر اللي السنه اللي فاتت، اللي هي اللي فاتت على طول ولا اللي قبلها؟ اللي هي خدها الزمالك ده بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت. اوكي. تتلعب ليه؟ تتلعب ليه؟ يعني ايه الحكمه؟ كانت كل الاصوات بتقول طالما في المباريات ديت، لكن علشان في احد الانديه صمم، علشان كان السكه بالنسبه له بيلاعب انديه في الممتاز به، والاهلي بقى هيلاعب بيراميدز وهيلاعب هنا ويلاعب هنا، وبيستغل حته الضغط المباريات. أوكي. فطبعا لا جدول منتظم. عشان كده حضرتك بتطالب بجدول منتظم من اول السنه يا كابتن. دي في حضرتك ممكن يبقى في بيت من غير اساس؟ لا. وفي شقق وتشطيب. انا بالنسبه لي كمدرب ان انا بقى المباريات بتاعتي بسكنها في 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 رسم بياني. الرسم البياني ده اي مدرب لازم يبقى ببقى عارف الاسبوع الاولاني هلاعب الاسماعيلي، هلاعب اسوان، هلاعب في الزمالك، هلاعب فيوتشر، هلاعب فاركو. بحط البرنامج ده على اساسه. اوكي. هدي بقى فترات الراحه لمين؟ مين اللي هلاعبه؟ انت الراجل كولر بيعمل ايه؟ الماتشين اللي هو لعبهم في الدقيقه 60 بيبدا تغييراته. صحيح. من بعد الدقيقه بيخلي كل الناس تلعب ساعه. النهارده ما بيخرجش اكرم توفيق، ما بيخرجوش ليه؟ لانه عايز يجهزه. طيب ما لعبش حسام ولعب شريف وبدا بشريف، لان برضه في الفتره الاولانيه جه لقى في حاجه و30 لعيب في الملعب. ودي من الحاجات اللي انا كنت زعلان عشانها وكنت متضايق، لان الراجل المفروض يعني في الحاجات الصغيره جدا بيدقق، فعايز 25 لعيب بحيث ان هو يدي لكل لعيب حقه من الاداء. فطبعا حته تقييم اللعيبه الشباب دي خدت منه وقت، مش كانش المفروض الوقت ده يتاخد، بحيث ان هو كان يقدر يركز مع اللعيبه اللي هو فعلا محتاجها في افريقيا. لكن الحمد لله والشكر لله ان احنا عدينا دور دخلنا في دور المجموعات. وفي نفس الوقت ابتدى ياخد فكره عن اللعيبه،
واعتقد ان هو خطوه خطوه كده بيبتدي يعمل نوع من التنافس بين اللعيبه، وبيدي لكل لعيب حقه وعنده شيء من العدل في الاداء ده. الحاجه الثانيه لجنه الحكام، ودي اهم حاجه يعني لجانب الجدول يا كابتن، لجنه الحكام، لان دي ما فيهاش هزار. ما فيهاش هزار بمعنى ايه؟ ده راجل اكل عيشه المكسب، فانا الاكل العيش ده اللي انا باكل العيش من خلاله، انت كقاضي بتحرمني منه نتيجه ايه؟ نتيجه يا اما اهمال، يا اما انا يعني مش عايز اقول يعني كلمه صعبه، هو اهمال، ما بديش حق الناس. فده انت طبعا بتاثر على النادي وعلى الجانب المادي بتاعه. وبعدين النادي كده بيعمل ايه للنادي؟ النادي فاتح بيوت، البيوت دي بتتاثر بالنتائج. صحيح. فما كانش القاضي ده بيراعي ربنا في تصرفاته، ويبقى نمره واحد، سيبك بقى من الثقه والمظهر والشخصيه والاخره والتعليم والاخره، لابد حته الضمير تبقى موجوده. صحيح. الضمير ده لما يبقى يعني لما يكون فوقية 100 واحد رئيس، وانا شايف حاجه صح او حاجه عمل. غلط بحسبها. صحيح. فده الجدول المنتظم، التحكيم، وبعدين اللي يغلط يا كابتن لازم يبقى فيه عقاب، وعقاب شديد من اول رئيس النادي، وانت من اول رئيس النادي لغايه اصغر حد. على فكره يا كابتن، هو البدايه جيده في المؤتمر الصحفي اللي عملته الرابطه، الكلام حلو واللوائح اللي موجوده. يعني انا مثلا معجب من انه خلاص هو اقر رابطه الانديه اقرت بايه؟ ان الاربع انديه اللي بيلعبوا بره مصر او بيلعبوا في افريقيا يعني، لو هيلعب في مصر اليوم الثالث هيلعب، لو هيلعب بره مصر اليوم الرابع هيلعب. ده على بالنسبه لانديه ايه؟ اهلي، زمالك، فيوتشر، بيراميدز. خلاص ده موضوع واضح. خلاص حضرتك يعني حتى لو في ظلم فهو ظلم على الجميع، المساواه في الظلم عدل. صح. خلاص، فده مثلا حاجه كويسه. السنه اللي فاتت كنا بنشوف بنزق شويه في كابتن عادل طعيمه، وبنزق شويه في كابتن عادل عبد الرحمن، بنزق شويه في اسلام، عشان حضرتك فاهم طبعا. طبعا. ففي النهايه ان انت لما حتى لو حطيت لائحه ويجب ان او تطبق على الجميع، اعتقد لو فيها حتى فيها سنه ظلم كله بيتقبل، لانها على كل الناس، وده اللي حضرتك بتطالب بيه. زي ما حضرتك قلت، احنا مش عايزين ظلم يعني. وزي ما كابتن عادل قال، الموسم 2004 2005 كابتن عصام، ربنا كابتن عصام عبد المنعم الصحه، اخ وعزيز وزميل طبعا، واخد قرار نفذه الرابطه. يا ريت احنا خدنا قرارات جميله جدا اوكي ننفذها، بس ليه الجدول كله مش محطوط؟ مش عارف، حد قد ممكن يكون عندهم سبب يعني. لو طبعا سبب يا كابتن، انا هبدا دوري مش هينفع ابدا ابدا دوري من غير ما اكون حاطط يعني. لا الاخ احمد دياب لابد يبقى عارف الكلام اللي انا بقول عليه ده، الكلام بقول عليه ده، لما هبدا دوري يبقى لازم ابقى انا بجيب مدرب يا كابتن بديله الاف الدولارات. حلو. ما ينفعش ابدا اشتغل عشوائي، ما هو اشتغل عشوائي لان ما عندوش الجدول. لما بتحط الجدول انا بسكن الايام، كل الساعات، مين هيلعب مين مش هيلعب، مين هيلعب هيلعب يوم ولا يومين، ماتشات وديه امتى، هلعب افريقيا امتى، في الشتاء انا محتاج اجيب مين، وهكذا. فكل الامور دي لازم الجدول ده مره يعني 2004 و2005 شوف بقى فات كام سنه، عايزين مره جدول يتحط. واحنا استبشرنا خير من السنه اللي فاتت ان الرابطه الحقيقه كانوا واخدين قرارات، الى جانب طبعا في حاجات اتنفذت وحاجات ما اتنفذتش. نتمنى ان يكون نتمنى بقى ان ده يتنفذ بقى السنه دي. بس يا الحاج عامر، انا ببعت له رساله من خلال حضرتك، اتفضل. يا ريت الجدول النهارده هنبدا يوم 17 او 18 هينتهي يوم كذا، الجدول كله محطوط. يا كابتن الجدول زمان كان بيطبع على باب النادي الاهلي، وكان الناس والجمهور جاي من عارف قصر النيل بيتباع يا كابتن الجدول، الناس تاخد الجدول عارفه هتلعب امتى والساعه كام وكل حاجه. نتمنى ان ده يحصل يا كابتن عادل. بس الحاج عامر والله بجد يعني، انا يمكن اتكلمت معاه مره في الموضوع ده من وقت كبير، قال لي حاجه مهمه قوي، قال لي يعني تخيل ان انا مش عارف يعني ان لازم يبقى في جدول ثابت وجدول منتظم والحاجات دي، اكيد انا عارف يعني، واكيد ان انا، ولكن انت ما بتشوفش يعني في معوقات كتير قوي بتحصل له. انا يعني انا
شايف انه لازم يتغلب عليها ولازم يبقى عندهم قدره ان يتغلبوا عليها. بص يا كابتن اسلام، احيانا احنا عايزين الامثل والاحسن، يعني احنا الرابطه احنا بجد يعني متفائلين بيها، والمجموعه اللي فيها مجموعه هايله كلهم وعندهم قرارات جيده قوي، بس انت عارف لان كره القدم صناعه كبيره محتاجه اراده ادي رقم واحد، ومحتاجه مساعده كتير يعني. أوكي. خلينا نتكلم على في حاجات انت مش شايفها، انا مش بدي عذر لكن انا بقول لك على اللي بيحصل يعني. أوكي. في حاجات انت مش شايفها، في التزامات، في حاجات ضد اشياء اخرى في يعني في اولويات لدوله مثلا، اولويات لحاجه، احنا مع الامر ده، بس احنا بنتكلم على ان شويه بشويه يتزال كل الـ الـ الامور دي، العقبات اللي قدام الرابطه وقدام الاستاذ عامر حسين، لانه انا شايف انه كفء جدا وشايف ان الرابطه كفء جدا ويعملوا حاجه كويسه ان شاء الله تبقى وبدايتها بدايه اللي هي بتاعت الثلاث ايام والاربع ايام دي يا كابتن اسلام. خلي بالك هم حسبوها حسبه مهمه جدا، حسبوها ان الانديه دي مبسوطه، الانديه دي عندها فلوس كويسه، يعني تقدر كل رحلاتها بتاعت افريقيا تعملها طياره خاصه. لما يحصل طياره خاصه يبقى ما فيش اجهاد ولا ما فيش اي حاجه، لانك تقدر تلعب المباراه قبلها بيوم، قبلها بيوم كانك بتلعب مثلا في ملعبك، فمثلا النادي الاهلي بيلعب في المصري، فانت بتروح بالاتوبيس، لكن انت رايح بالطياره ساعتين، ممكن تروح قبلها بيوم تشتغل في المباراه. أوكي. وبعدين ترجع تاني تاخد الثلاث ايام جوه مصر والاربع ايام. انا شايف ان هي اراده كويسه، ولكن خدوا القرار ده بلا رجعه، المفترض ما يترجعوش ولا مره. يعني نتمنى يا رب ان ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، ونشوف جدول دوري منتظم. على راي احد برضو الاصدقاء بعت لي بيقول لي ايه، بيقول هم لو جابوا راعي وحطوا راعي على الجدول هيبقوه. لا والله صح كلامك سليم يعني ايه عارف اللي هو ايه يعني، طب حط هاتوا راعي، على فكره هو حد هيزعل؟ هاتوا راعي يا عم وبيعوه، ما فيش يعني ما حدش هيزعل. يعني انا فكره حلوه يعني، احنا يعني بنشد على ايديهم، بس انا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك. الجدول المفروض ان هو يتحط علشان يتقال ان الرابطه فعلا بتشتغل على اعلى مستوى في العالم. نعم. لان احنا مصر دوله مش قليله، والدوري بتاعنا مش قليل طبعا، كل العالم بيتفرج عليه، العالم العربي وافريقيا والمصريين اللي عايشين في الخارج. الجدول بتاعنا لازم يبقى موجود في اوروبا كده للمصريين، عارفين الاهلي هيلعب 13 ماتش بتوعه او 18 ماتش او 17 ماتش بتوعه في الايام الفلانيه في الساعه الفلانيه. الكلام ده لابد ان هو يتعمل علشان المدربين اللي في حوالي 7-8 مدربين اجانب موجودين في الجدول. اوكي. في يعني في الدوري كل حاجه منتظمه بالنسبه لهم. الفلوس دي اللي بتدفع مفروض مردودها الفني يكون باين في الملعب، يبقى بيمتع يعني الناس، وفي نفس الوقت نمره 2 المنتخب طبعا بتبقى مهمه للمنتخب. طبعا هو يعني المفروض المنتخب بيبقى دايما نمره 1، وبعد كده ان احنا نستمتع بالكوره وكل حاجه، لكن دايما لما بنيجي نتكلم يا كابتن عادل، يا كابتن عادل طعيمه وكابتن عادل عبد الرحمن، انا كنت بقول نفسنا ان احنا السنه دي ننبذ كل الامور السيئه اللي احنا كنا بنشوفها، ويبقى المباراه في الملعب او المباريات في الملعب فقط، ونتكلم فن. يعني نفسي بقى لما حضراتكم تيجوا تقولوا لي لا والله التحكيم كويس والدنيا ماشيه كويسه فنيا، النادي الاهلي عمل كذا، النادي الاسماعيلي عمل كذا، النادي الفلاني عمل كذا، يعني نتمنى ان السنه دي تبقى بهذا الشكل، ونتمنى ان يظهر كل المديرين الفنيين اللي موجودين بشكل جيد عشان نشوف كرة قدم حقيقية زي اللي بنشوفها اليومين ثلاثة الأخرين، سواء ليفربول ومان سيتي أو ريال مدريد وبرشلونة. شكرا جزيلا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن عادل عبد الرحمن على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الناقد الرياضي الأستاذ محمد أبو علي في ضيافة البيت الكبير.